يعني الواحد بيصب الميه، فالميه بتنزل بسرعه، بتنزل بقوه، ده الدفق. ويقال تدفق الماء اذا سال بسرعه واذا سال باندفاع. خلق من ماء دافق، والمراد بالماء الدافق هنا هو ماء الرجل الذي يكون في رحم المرأة. يبقى هذا الإنسان كون من ماءين، ماء الرجل وماء المرأة. طب ليه ما قالش ماءين؟ ليه قال ماء واحد فقط؟ قال لامتزاج الماءين. الرجل عندما ينزل ماؤه في رحم المرأة فيمتزج ماء الرجل بماء المرأة، يصير ماء واحد ويتحد الماءين، فلذلك عبر إيه؟ بالماء الواحد. خلق من ماء دافق. هذا الماء الدافق يخرج منين؟ مكانه فين؟ قال يخرج من بين الصلب والترائب. الصلب اللي هي عظم الظهر، فقرات الظهر، وهذا هو ماء الرجل، مني الرجل يخرج من صلبه، يعني من فقرات الظهر. والترائب، الترائب جمع تريبة، والترائب هي العظام التي تكون في أعلى الصدر. فماء المرأة يخرج من أعلى أو من عظام صدرها، يخرج من بين الصلب والترائب. فهنا كل واحد يتدبر ويتفكر في أمر خلقه ويعلم من أين خلق وكيف خلق. خلق من ماء دافق، هذا الماء الذي يصب بسرعة من الرجل في رحم المرأة فيتحد ماء الرجل مع ماء المرأة، وهذا الماء خرج من صلب الرجل وخرج من صدر المرأة، يتحدان فيتكون منهما الإنسان أو الجنين. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يعني هنا هذه الآية بتبين قدرة الله عز وجل، كما أخرج هذا الإنسان من ماء متدفق وماء دافق بين الرجل والمرأة، الله عز وجل كما أحيا هذا الإنسان ورزق هذا الإنسان، فالله عز وجل قادر على أي شباب على إرجاعه مرة أخرى. لأن دي كانت مشكلة الكفار، مش معتقدين إن هم بعد ما يموتوا يرجعوا تاني. إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون؟ فكانت من أهم مشاكلهم الأساسية إن هم مش معتقدين إن هم هيبعثوا تاني. فهنا القرآن بيؤكد، بيقول الإنسان لو نظر وتفكر وتدبر في كيفية الخلق، إزاي اتخلق تمام وإزاي اتكون في بطن أمه وبعد كده خرج، لو تفكر في هذه الأمور اللي علم أن الله على كل شيء قدير. ومن قدرة الله عز وجل أنه سيرجع هذا الإنسان مرة أخرى إلى الحياة بعد موته، إنه على رجعه لقادر. إنه، الضمير هنا يعود إلى الله عز وجل، على رجعه يعني على إرجاع الإنسان وعلى إعادة الإنسان مرة أخرى. هذا هيكون إمتى يا شباب؟ العودة إلى الله والرجوع إلى الله يكون إمتى؟ يوم القيامة. في هذا لم يحصل إذا قال يوم تبلى السرائر. تبلى يعني تكشف وتظهر السرائر، كل ما أسره الإنسان وكل ما أخفاه كله هيظهر وهيبان في هذا اليوم الجديد. يوم تبلى السرائر، السرائر جمع سريرة، وهي ما أسره الإنسان من قول أو فعل، يعني ما أخفاه الإنسان. فكل الأقوال أو الأفعال التي أخفاها الإنسان طيلة حياته ستظهر وستكشف يوم القيامة. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. فما له من قوة، يعني في هذا اليوم ليس لهذا الإنسان أي قوة تحميه من الله عز وجل، وأي قوة تقي عنه العذاب أو الحساب أو الجزاء، ولا يكون له أي ناصر ينصره من الله عز وجل. فما له من قوة ولا ناصر، يعني في هذا اليوم لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يملك الإنسان من أمره شيئا. ربنا فلا تسمع إلا همسة، لا تكلم نفس إلا بإذنه، حتى مجرد الكلام في هذا اليوم لا يكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. يوم تبلى السرائر،
فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع. يعني ربنا هنا بيقسم بالسماء مرة أخرى، مرة تانية في هذه السورة المباركة، يعني وحق السماء ذات الرجع. الرجع يعني يا شباب يعني المطر. طب ليه سمى المطر بالرجع؟ قال لي أن المطر يجيء ويرجع ويتكرر، مطر تنزل النهاردة بكرة ترجع تاني بعده ترجع تاني، فالمطر إيه متكرر، فيسمى بالإيه بالرجع. وقيل إن المراد بالرجع الشمس والقمر والنجوم، بتطلع من ناحية وبتغيب من ناحية، بتطلع من ناحية وبتغيب من ناحية. وقيل إن المراد بالرجع هنا الملائكة، لأنهم يرجعون إلى السماء وهم حاملين أو وهم حاملون لأعمال العباد. لكن الرأي الأول هو الأولى، والسماء ذات الرجع يعني المطر الذي يجيء ويرجع ويتكرر، والأرض ذات الصدع، الصدع يعني الشق، الأرض بتنشق تمام، فبنحفر الأرض بنشق الأرض ونزرع فيها الزرع والزرع يطلع، فمن خصائص الأرض الإيه؟ الشق أو الصدع. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، يعني وحق الأرض التي تصدع وتنشق لنزول الحب فيها ثم يخرج هذا الحب على هيئة نبات وزرع إلى آخره، والأرض ذات الصدع زي ما ربنا قال في آية تانية إنا صببنا الماء صبا ثم إيه شققنا الأرض شقا، يعني المطر بينزل على الأرض، الأرض بتنشق فبينزل تنزل المية جوه الأرض فيظهر النبات. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، هنا ربنا بيقسم على إيه يا شباب؟ وحق السماء صاحبة المطر الذي ينزل ويعود ويتكرر مرة بعد مرة لنفع العباد في هذه الحياة، وحق الأرض التي تنشق لنزول المطر فيها ثم يخرج منها النبات لنفع العباد. هنا ربنا بيقسم بإيه؟ بيقسم على إيه؟ وحق السماء وحق الأرض إنه لقول فصل. إنه يعني هنا إيه؟ يعني يقصد بالضمير هنا القرآن الكريم. طب ليه ما ذكرش القرآن؟ لأن القرآن معلوم من المقام، الكلام هنا يفهم منه أن هذا المراد بالضمير هنا هو القرآن الكريم، لأنه هو الفصل. إنه لقول فصل، يعني القرآن يفصل بين الحق والباطل، يفصل بين الكفر والإيمان، يفصل بين الضلال والهدى، يفصل بين الحق والباطل، يفصل بين الصواب والخطأ. إنه لقول فصل، فبلغ القرآن الكريم النهاية في هذه الأمور حتى صار كأنه هو فصل تمام. إنه لقول إيه فصل. وما هو بالهزل، الهزل يعني يا شباب يعني الهزار والمزاح واللعب، فالقرآن ده قول فصل مش هزار ولعب، هو مش مزاح، يعني كل إنسان عاقل يجب عليه أن يتبع هذا القرآن وأن يعلم أن هذا القرآن هو القول الفصل. فالقرآن لما يجي يقول لك إن الحاجة دي صح تبقى هي صح، الحاجة دي غلط تبقى غلط. القرآن لما يجي يقول لك إن يحصل يوم القيامة 1 2 3 يبقى هيحصل كده. القرآن ما بيهزرش يا شباب، القرآن ما بيلعبش، ما فيش مزاح في القرآن الكريم. إنه لقول فصل وما هو بالإيه بالهزل. يبقى يجب على المسلم أن يعظم وأن يقدس وأن يحترم وأن يوقر القرآن الكريم، ده كلام ربنا، فكلام ربنا مش هزار. فلما ربنا يقول لنا على حاجة يبقى لازم نعتقد اعتقاد جازم أن ده كلام صح 100%، حتى لو مش عارفين الحكمة من وراء هذا الكلام نسلم ونستسلم لهذا الكلام استسلام تام. في بعض الناس أحيانا بتحب تتفزلك، تحب تشغل دماغها مع ربنا وتحب تشغل دماغها مع القرآن، هذا لا يليق بكلام الله عز وجل. كلام الله ينبغي أن يقدس، ينبغي أن يحترم، ينبغي أن يوقر أكبر وأعظم وأفخم تقديس واحترام وتقدير، لأن ده مش قول هزل مش هزار. وما هو بالإيه بالهزل. وهنا القرآن بيرد على المشركين اللي وصف القرآن الكريم بأنه هزل، قالوا ده الكلام ده نزل على محمد ليهزل به، بيهزر به، بيمزح به. ايه الكلام ده اللي بيقول لنا ان احنا بعد ما هنموت ونصبح تراب هنعود تاني مرة اخرى؟ ده كلام ما يدخلش العقل.
فهم استهزأوا بالقرآن الكريم واعتبروا أن القرآن الكريم إيه؟ هزل. فهنا القرآن بيأكد الموضوع مش هزار. وما هو بالهزل؟ إنهم يكيدون كيدا. هنا القرآن بدأ بقى يبشر النبي صلى الله عليه وسلم ويسري عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له ما تقلقش من كيد هؤلاء الناس، فالله عز وجل مطلع وعالم بحقائق هؤلاء الناس وحقائق ما يقولون. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. الكيد يا شباب يعني إيه؟ الكيد هو إلحاق الضرر والأذى بالغير بطريق خفي. ده معنى إيه؟ الكيد. واحد بيدبر لك مكيدة، يعني إيه؟ يعني بيعمل لك مصيبة، بيحاول يضرك أو يؤذيك بس بطريقة خفية ما تعرفهاش. وما أكثر هؤلاء الناس في حياتنا، ناس كتيرة بتكيد لنا المكائد وبيحاولوا يضرونا وبيحاولوا يؤذونا من حيث لا ندري ومن حيث لا نعلم. طب نعمل إيه؟ قال ولا تعمل أي حاجة، توكل على الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل من ورائهم محيط، الله مطلع على كل هذه الأسرار الخفية. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يعني الله عز وجل، هذا من على سبيل المشاكلة يا شباب في علم البلاغة، يعني وأكيد كيدا، يعني هؤلاء الناس الذين يكيدون لك، الله عز وجل سيقابل كيدهم ومكرهم بما يناسبهم وبما يناسب هذا الكيد وهذا المكر. فما تخافش، ما تقلقش، ربنا معك. فالله عز وجل سيستدركهم من حيث لا يعلمون، ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر ما لم يتوبوا ويعودوا إلى الله عز وجل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فالآية دي بتطمن الناس وتسري عن قلوب الناس المتضررة واللي حصل لها أذى من غيرها. مهما حصل لك أذى أو ضرر ما تقلقش، ربنا سبحانه وتعالى موجود معك. إنهم يكيدون كيدا. فالموضوع ده حصل في عهد النبي كتير، وحصل مع النبي كتير ومع الصحابة كتير، إن الكفار كادوا للنبي كيدا كثيرا وحاولوا يضروا النبي ويؤذوا النبي والصحابة، إلا إن ربنا إيه؟ حفظهم ودفع عنهم هذا الأذى، وكتب الله البقاء والخلود لهذا الدين ولهؤلاء العظام. طب والناس اللي أذوهم، خلاص إلى مزابل التاريخ، لا قيمة لهم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. يبقى أكيد كيدا يعني الله عز وجل يقابل هذا الكيد ويقابل هذا المكر لهؤلاء الناس بما يناسبه. فلا تحزن ولا تجزع، واعلم أن الله عز وجل معك وسيحاسب هؤلاء الناس على هذا الكيد وعلى هذا المكر. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. كلمة رويدا يعني إيه يا شباب؟ رويدا يعني على مهل، يعني إيه؟ يعني مفيش سرعة، الموضوع يعني مش محتاج تسرع. فاصبر على كيد هؤلاء الناس وعلى أذى هؤلاء الناس، فالله محيط بهم والله يكيد بهم كما يكيدون لك. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، يعني تمهل أيها الرسول مع هؤلاء المشركين ومع هؤلاء المجرمين، ولا تستعجل عقابهم ولا تستعجل حسابهم، وانظر وانتظر تدبيري فيهم. فمهل يعني ما تستعجلش عقاب هؤلاء الناس، كده كده العقاب جاي، كده كده الحساب جاي، كده كده الجزاء جاي، بس هذا الجزاء وهذا العقاب بيكون بتدبير مين؟ بتدبير الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي يريده الله عز وجل. فلا تستعجل عقاب هؤلاء الناس، فتدبيري فيهم قائم لكن في الوقت الذي يحدده الله عز وجل. والله عز وجل يمهلهم وينظرهم. فمهل الكافرين أمهلهم إيه؟ رويدا، يعني ربنا بيؤخر وبيصبر على العباد، وده من رحمة ربنا عز وجل إن ربنا لا يؤخذ الناس فورا بالعقاب، حتى مع الأمم الكافرة قبل كده. يعني عندما انتقم الله من أمم عاد وثمود وكل هؤلاء الناس،
لم يعاقبهم فورا على جرمهم، إنما بيؤخرهم مرة بعد المرة مرة بعد المرة، وهذا من جميل كرم الله عز وجل على عباده. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أمهل رويدا يعني إمهالا قريبا أو قليلا. ليه؟ لأن كل آت قريب، أي حاجة جاية هي قريبة، خلاص اقتربت الساعة، اقتربت يعني مع إن الساعة لسه ما جاتش، بس طالما هتيجي تبقى قريبة ولا مش قريبة. فالقاعدة كده، كل آت إيه؟ كل آت قريب، فما تستعجلش، الحاجة طالما كده كده جاية لك تبقى قريبة. إمتى تحس إن هي بعيدة عنك؟ لو مش هتجيلك خالص، يعني لو في حاجة أنت كنت منتظرها مثلا بكرة وخلاص جالك الأمر إن هي مش هتجيلك، تبقى بعيدة ولا قريبة؟ بعيدة. حاجة كانت هتجيلك بعد ساعة دلوقتي وحد اتصل عليك قال لك لا انسى يا عم الحاج مش هتجيلك، تبقى قريبة ولا بعيدة؟ بعيدة، ما خلاص مش هتجيلك. طب واحد كلمك قال لك في حاجة هتجيلك بعد شهرين أو بعد 3 وأكد لك إن هي هتيجي، تبقى قريبة ولا بعيدة؟ تبقى قريبة. يبقى القاعدة بتقول إيه؟ كل آت قريب. فالساعة قريبة ليه؟ إن هي آتية. وإتيان الساعة أمر متحقق ولا أمر كده في شك؟ متحقق. لذلك القرآن عبر بكده ليه؟ اقتربت الساعة وانشق القمر. فكل آت قريب، فما نستعجلش على أي حاجة، أي حاجة ربنا قدرها لنا إن شاء الله تأتي، لكن بتأتي إمتى؟ بتقدير وتدبير الله عز وجل. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وبالفعل قد حقق الله هذا الأمر لنبيه وللصحابة، وأتى عقاب وحساب هؤلاء المجرمين الذين عاندوا رسول الله في حياته. إذن الآيات دي بتعلمنا أمور مهمة جدا يا شباب. من أهم هذه الأمور أن الذين يكيدون لنا، قلنا الكيد بمعنى إيه؟ إلحاق الضرر على سبيل الخفاء. واحد بيدبر لك مكيدة، يعني بيدبر لك مصيبة، بيدبر لك ضرر أو أذى، والحاجات دي انت ما تعرفهاش، فجأة تتفاجئ بالمصيبة جالك لحد باب بيتك، مش مشكلة، ده على سبيل الابتلاء مش مشكلة، خلاص إنهم يكيدون كده. فأنت في الحالة دي تعمل إيه؟ فورا تعرف أو تفهم قول الله عز وجل وأكيد كيدا. مهما حاول هذا الشخص إن هو يؤذيك أو يضرك، الله عز وجل سيضره والله سيحاسبه. لكن الموضوع محتاج منك إيه؟ صبر وانتظار. فمهل يعني انتظر ولا تستعجل، وانظر تدبير الله عز وجل في هؤلاء الناس. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ناخذ سورة الأعلى. تعبت يا شيخ الرحمن من التليفون؟ طب ممكن نفصل نفصل ولا نكمل؟ طيب افصل بقى. ايه؟ انا عشانك انت تمسك التليفون حتى ديك وجعك. طب خلاص نكمل. طيب بعد ذلك نقرأ قول الله عز وجل، أو نفسر سورة، أو نقرأ في تفسير سورة الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سبح أمر من الله عز وجل لنبيه وللأمة من بعده بتسبيح الله عز وجل، بتنزيه الله عز وجل عن كل نقص لا يليق به عز وجل. سبح أمر بالمداومة على إيه؟ على تسبيح الله عز وجل. والتسبيح مرة يجي بالفعل الماضي، مرة يجي بالفعل المضارع، مرة يجي بالفعل الأمر، مرة يجي بالمصدر، دليل على عظم وأهمية هذا الأمر في هذا الدين. يسبح لله، سبح لله، سبحان الذي أسرى بعبده. التسبيح بمعنى إيه يا شباب؟ بمعنى التنزيه. التنزيه يعني الإبعاد، يعني نحن نبعد الله عز وجل عن أي نقص لا يليق به في ذاته، في أفعاله، في صفاته، في أحكامه. أي نقص لا يليق بالله عز وجل يجب على المسلم أن يبعده عن الله عز وجل. فهمنا يعني تسبيح؟ يعني نبعد ربنا سبحانه وتعالى عن أي نقص. إياك أن تتخيل أن في نقص ولو 1 في المليار ممكن يكون في حق الله عز وجل، أو في حق صفاته، أو في حق أفعاله، أو في حق أحكامه. سبح اسم ربك الأعلى، نزه الله عز وجل عن أي نقص لا يليق به.
هنا الأمر الخطاب لسيدنا النبي ولكل من جاء من بعده، سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم، يعني نزه اسم ربنا، حتى اسم ربنا نفسه، يعني اسم الله عز وجل ينبغي أن نبعده عن أي نقص لا يليق به، زي لفظ الجلالة، لفظ الرحمن، فلا نطلق هذه الألفاظ على الأشياء التي فيها نقص والتي لا تليق بالله عز وجل، والتي لا تتناسب مع جلال الله وعظمة الله وقدرة الله عز وجل. وما ينفعش إن احنا نحرف أسماء الله عز وجل عن معانيها، هذا برضو من باب الإيه، من باب التنزيه، زي ما ربنا قال كده: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين إيه يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. سبح اسم ربك الأعلى، يبقى الإنسان مطالب بأن ينزه الله عز وجل الأعلى، وينزه كذلك أسماءه سبحانه وتعالى عن أي نقص لا يليق به سبحانه وتعالى. فبننزه ربنا في ذاته، في أفعاله، في صفاته، في أحكامه عن كل نقص. لما جينا مثلا على سبيل المثال حكم من أحكام ربنا، تمام، حكم معين يأمرنا فيه بفعل كذا أو بترك كذا، ما ينفعش إن أنا أنسب إلى الله عز وجل النقص في هذا الحكم، أقول هو ليه ربنا قال لنا كده، الكلام ده ما ينفعش، الكلام ده فيه امتهان لينا. لا، ما فيش الكلام ده، أنت كده كأنك بتثبت النقص لإيه، لله عز وجل في أحكامه، وأحكام الله عز وجل بعيدة كل البعد عن أي نقص. مفهوم يا مشايخنا؟ فأي لذلك احنا قلنا، فاكرين لما كنا بنشرح في أصول الفقه قلنا إيه؟ والحسن لازم للمأمور به، والقبح لازم للمنهي عنه. قاعدة مهمة جدا جدا في الأحكام بتاعت ربنا، الحسن لازم للمأمور به والقبح لازم للمنهي عنه. يعني أي حاجة ربنا بيأمرنا بيها فيها الحسن ولا لا، فيها الجمال ولا لا، فيها النفع والخير والبركة لنا ولا لا، والعكس صحيح، أي حاجة ربنا بينهانا عنها فيها قبح. قد يظهر ليك الأمر في الظاهر، الأمر اللي ربنا أمرك به قد يظهر فيه شيء من القبح أو شيء من الشد أدى في الظاهر، لكن في حقيقة الأمر كله خير ليك. وكذلك الأمر العكس بالنسبة للنهي، هو ربنا بينهانا ليه عن الحاجة دي مع أن فيها الخير والنفع لنا، أدى في الظاهر أنت مش فاهم، لكن في حقيقة الأمر الحاجة دي مهلكة ليك. فجمع علماء الأصول ريحوا لنا الدنيا خالص وقالوا لنا القاعدة الحلوة دي: الحسن لازم للمأمور به والقبح لازم للمنهي عنه. فأي حاجة ربنا أمرك بيها لازم تعرف إن فيها الخير والنفع ليك، حتى لو كان ظاهرها بيقول خلاف كده، وأي حاجة ربنا نهاك عنها فيها القبح فابعد عنها. فينبغي للإنسان، أو ينبغي على الإنسان أن ينزه أحكام الله عز وجل عن أي نقص لا يليق به. سبح اسم ربك الأعلى، لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم، قال الله عز وجل للصحابة اجعلوها في ركوعكم، ماشي، لما نزلت الآية دي فسبح باسم ربك العظيم، النبي قال لهم ايه؟ اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل قول الله عز وجل فسبح اسم ربك الأعلى، قال اجعلوها في سجودكم. فصرنا نقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. سبحان ربي الأعلى، الأعلى يعني الأعلى من كل شيء، لازم تتفكر في هذا اللفظ وتعيش هذا اللفظ، خاصة وانت ساجد، أنت تسجد لله الأعلى وبتقول سبحان ربي الأعلى، فأنت مدرك معنى الكلام ده ولا لا، ولا هو كلام بتقوله؟ لذلك أقرب ما يكون العبد من ربه إيه؟ وهو ساجد، لأنك تخاطب الأعلى، والذي يخاطب الأعلى قريب منه، صح ولا لا؟ سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى، بدأ ربنا سبحانه وتعالى يصف نفسه بصفات كريمة حميدة. الذي خلق فسوى، احنا قلنا الخلق يعني ايه يا مشايخنا؟ الإيجاد على غير مثال سابق، إيجاد الشيء على غير مثال ايه سابق. يعني التليفون ده، تمام، التليفون ده الإنسان أوجده، خلقه، تمام، على سبيل السبب، لكن هو بيعمل لك تليفون نفس التليفون بالضبط، صح ولا لا؟ يعني كل تليفون هو نفس الخصائص اللي موجودة هنا هي هنا ولا لا؟ ها؟
ده بتاعنا احنا بتاع الدنيا، لكن خلق ربنا لا. الخلق بالنسبة لله الإيجاد على غير مثال سابق، يعني كل حاجة خلقها ربنا هي نسخة واحدة، وده دليل على عظم قدرة الله عز وجل. يعني ما فيش حاجة لها نسختين، وهذا يدل على كمال القدرة الإلهية. يعني كل مخلوق في الدنيا دي هو لي سيستمه الخاص به، ماشي، ملوش مثال سابق. يعني انت لما ربنا خلقك ما خلقش منك صورة تانية، ما خلقش منك نسخة تانية، او ما خلقكش انت نسخة من حاجة تانية. حتى لما ربنا يخلق اتنين توأم بالظبط، هل الاتنين توأم دول هم نفس الخصائص والجينات في كل حاجة؟ لا، فيهم اختلاف. حتى ان بعض العارفين يقول ان حبة الرمل تختلف عن حبة الرملة الاخرى. لما تمسك حبة رملة كده وحبة رملة، مستحيل الاتنين يكونوا زي بعض. ده معنى الخلق بالنسبة لله. تخيل بقى الكون كله بقى اللي ربنا خلقه ده، كل واحد ليه الخصائص بتاعته. يقول لك كل واحد فينا ليه بصمة تختلف عن التاني، مستحيل ان في بصمتين يبقوا ايه، يبقوا زي بعض. ده معنى الخلق بالنسبة لله عز وجل. ذلك الخلق هو اعظم نعمة لله عز وجل، ودي اول نعمة ربنا بدأ يخاطب بها الناس. اول نعمة ربنا خاطب بها الناس هي نعمة الايه، اقرأ باسم ربك الذي ايه خلق. دي اعظم حاجة موجودة، ما حدش يقدر عليها اصلا. فكان اول خطاب للناس في 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 الغار كان ايه؟ الخلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الذي خلق فسوى. التسوية يعني ايه يا مشايخنا؟ التسوية يعني جعل المخلوقات على الحالة والهيئة التي تناسبها. يعني ربنا لما خلق الخليقة دي سواها وجعلها على صورة مناسبة لها. كل واحد له الصورة المناسبة لها، الإنسان له الصورة المناسبة لها، ربنا سواه على هيئة معينة خاصة به. الفرس ربنا سواه على هيئة خاصة به، الأسد ربنا سواه على هيئة خاصة به، الزرع ربنا سواه على هيئة خاصة به، وهكذا في كل المخلوقات. ده معنى إيه؟ الذي خلق فإيه؟ فسوى، يعني جعل المخلوقات على الهيئة والحالة المناسبة لكل مخلوق، وفي نفس الوقت هذه الهيئة تتناسب مع طبيعة هذا المخلوق. طبيعة الإنسان غير طبيعة الحيوان، غير طبيعة النبات، غير طبيعة الجماد، صح ولا لا؟ فكل واحد من المخلوقات دي له الطبيعة المناسبة لي. ده معنى الذي خلق فسوى. فخلق الله عز وجل الخلائق كلها، وجعلها متساوية في الإحكام والإتقان والضبط، فأعطى لكل واحد ما يناسبه. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. التقدير يعني وضع الأشياء في مواضعها أو في نصابها الصحيح، وضع الشيء في مواضعها الصحيحة. بتحط الألم هنا، تحط المج هنا، مكانه هنا، وده مكانه هنا، وده مكانه هنا، ده اسمه ايه؟ تقدير. تقدير يعني يا شباب وضع الأشياء في مواضعها الصحيحة. الذي قدر فهدى، وكل حاجة لما بتتحط في مكانها الصحيح بتتحط في المكان المناسب لها بمقدار معين وبكيفية معينة، تمام؟ مفيش زيادة ولا نقص. والذي قدر فهدى، هدى يعني هنا بمعنى الإرشاد والدلالة. الهداية في القرآن الكريم لها عدة معاني كثيرة جدا، منها الهداية الإيه؟ الإرشاد والدلالة. يعني ربنا بيرشد ويدل على حاجة معينة، يرشد ويدل المخلوقات على حاجة معينة. وأحيانا بهذا المعنى تطلق الهداية على غير الله عز وجل. أقول لك فلان ده هداني الطريق. هداني يعني إيه؟ يعني عرفني الطريق، أرشدني، دلني. وقد نسب الله الهداية للنبي على هذا المعنى، قال له إيه؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تهدي يعني ترشد وتدل الناس، أقول لك امشي في الطريق ده، يبقى أنا هديتك للطريق ده. وكذلك للقرآن الكريم لما ربنا قال إن هذا القرآن إيه؟ يهدي للتي هي أقوى، يعني يرشد ويدل الناس للطريق الصحيح. فالهداية قد تأتي بمعنى إيه؟ الإرشاد والدلالة، فتطلق على الله وعلى النبي وعلى القرآن.
صح؟ وممكن احنا نطلقها على نفسنا، هداية يعني ارشاد. وتأتي الهداية بمعنى خلق الاهتداء في القلب، وده امر خاص بمين بقى؟ بربنا سبحانه وتعالى. وده اللي ربنا قاله: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. بعض الناس يقول لك القرآن فيه تناقض، آية بتقول للنبي وإنك لا تهدي إلى الصراط المستقيم، وآية تانية بتقول له إنك لا تهدي من أحببت. نقول لا، الهداية هنا لها معنى والهداية هنا لها معنى. هنا وظيفة النبي الإرشاد والدلالة، لكن هل النبي من وظيفته أن يخلق الهداية في قلوب الخلق؟ لا، دي مش بتاعت أي حد، دي بتاعت مين؟ بتاعت ربنا. لذلك وظيفة الإنسان هو يدل الناس ويرشد الناس فقط، ليس مكلفا بهداية الناس، لأن الهداية دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. والذي قدر فهدى، يعني أرشد الخلق لما ينفعهم، ودل الخلق على الطريق الذي ينفعهم. ومن من الخلق الإنسان، أرشد ودل الإنسان على طريق الخير ونبهه على الابتعاد عن طريق الشر. والذي قدر فهدى، يبقى الذي خلق فسوى. الذي خلق، خلق فعل وفاعل، خلق الله عز وجل، وسوى برضو فعل وفاعل، صح ولا لا؟ طب فين المفعول؟ وبرضو الذي قدر فعل وفاعل، قدر فهدى فعل وفاعل، فين المفعول بقى يا شباب؟ يعني ربنا ما قالش الذي خلق كذا فسوى فسواه، والذي قدر كذا فسواه، يعني ما ذكرش المفعول هنا في الآيتين. فالقاعدة بتقول الحذف يدل على العموم، حذف هنا يدل على إيه؟ يعني لما حذف الله سبحانه وتعالى المفعول دل على عموم المخلوقات، يعني الذي خلق كل شيء فقد فسوى كل شيء، ماشي؟ والذي قدر كل شيء فهداه، يبقى الحذف يدل على إيه يا شباب؟ الحذف يدل على العموم، ماشي؟ لأن ربنا ما ذكرش، ما قالش خلق إيه وقدر إيه، الذي خلق فسوى وقدر فهدى. يبقى قلنا قدر وضع الأشياء في مواضعها الصحيحة بهيئة معينة وحالة معينة. الذي خلق فسوى وقدر فهدى، يبقى قدر كل الأشياء، كل واحد فينا محطوط في الحتة اللي ربنا أرادوا ليها، تمام، بهيئة معينة وطريقة معينة، وبعد كده ربنا هدى الناس لهذه الطرق. فربنا بعد ما أكمل خلق الإنسان وسواه في أحسن صورة، وضع لكل واحد فينا الوظيفة بتاعته، وقدر لكل واحد فينا الشغل بتاعه أي مكان هذا المخلوق، وهدى كل واحد فينا لطريقه، وهذا كل واحد فينا لوظيفته. فعندك مثلا خلق الله سبحانه وتعالى الطيور، الذي خلق فسوى، سواها في الهيئة بتاعتها والحالة بتاعتها. وقدر فهدى، قدر يعني قلنا قدر يعني وضع الأشياء في مواضعها الصحيحة. وهدى الله عز وجل المخلوق لهذه الأمور، فتلاقي الطير مثلا يخرج من العش بتاعه في النهار، يطلع يجوب في ملك الله عز وجل، ممكن يطير مئات الكيلومترات ويقعد طول النهار في الجو، خلاص، ثم بعد ذلك يعود إلى عشه مرة أخرى. من الذي قدر له هذه الحالة؟ ومن الذي هداه وأرشده إلى العودة مرة أخرى في نفس المكان؟ ربنا سبحانه وتعالى. ممكن تجد مثلا في مكان معين آلاف الطيور عايشين، كلهم يخرجوا من المكان ويرجعوا في آخر النهار، كل واحد فيهم بيروح على البيت بتاعه ولا لا؟ محدش بيروح بيت التاني. احنا ممكن احنا ننسى، ممكن احنا نغلط، لكن الناس دي ما تغلط، او العالم ده ما يغلطش، الخلق ده ما يغلطش، سبحان الله، بتلاقي كل واحد مقدر ليه المكان بتاعه بالظبط. احنا عندنا زهايمر، صح؟ هم ما عندهمش. حتى في الأمور العادية بتاعتنا ربنا قدر لينا أشياء معينة وهدانا ليها، الاختراعات الحديثة والأدوية الحديثة اللي طلعت لمعالجة الأمراض دي بتقدير ربنا مش مننا احنا.
يعني اوعى تفتكر ان احنا اللي عبقرة واحنا اللي اكتشفنا كل، لا احنا بس مجرد سبب، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قدر هذه الامور في هذه الازمنه وهدى الانسان ليها، ارشد الانسان ليها. ماشي. حتى في اكلنا وشربنا، احنا في اكل معين ما ينفعش نعمله الا بالطريقه المعينه، خلاص. مين اللي هدى الانسان للعمليه دي؟ ربنا سبحانه وتعالى. يعني انت في الاكل بتاعك بتطبخ بطريقه معينه، مش معنى بتطبخ بالحاجه دي ما بتطبخش بالحاجه دي، تمام؟ يعني بتحط مثلا، تطبخ بالثوم والبصل مثلا، ليه ما بتطبخش مثلا بالخيار؟ صح، برضو مش منك انت، ده بتقدير ربنا، يعني في ادق التفاصيل الحياتيه بتاعتنا مش مننا برضو، ده بتقدير الله عز وجل. فبتطبخ بالمش عارف بالصلصه وبالثوم وبالبصل و الى اخره، ما بتطبخش ليه بالعسل مثلا؟ ما بتعملش ليه الرز بالعسل، تمام، او الملوخيه بالعسل؟ ما ممكن نعمله، في ناس ممكن تعق دلوقتي وتعمل، لكن مين اللي قدر وهذا يعني ارشد الناس ان الاكله دي هتتعمل بالطريقه الفلانيه، 1 2 3 4؟ ربنا سبحانه وتعالى. فاوعى تفتكر انك انت ناصح، يعني الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يبقى قدر أي وضع الأشياء في مواضعها الصحيحة المناسبة لها بالهيئة المناسبة لها، ثم أرشد الناس ودل الناس على هذه الهيئة. فبالتالي لما ربنا يرشدك ويدلك إلى حاجة معينة وتعملها، ممكن يكون أنت ليك السبق. السبق يعني أنت أول واحد تعملها، تمام؟ فما تفتكرش نفسك أنك أنت بقى ناصح وأنك أنت اللي عملت اللي ما يتعملش، لا، الله هو الذي هداك لهذا الأمر، فتحمد الله عز وجل وتنسب الفضل لله عز وجل. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. من الذي يهدي النمل للخروج من الجحر والعودة إليه مرة أخرى في هذه الأرض؟ ربنا سبحانه وتعالى. وقس على ذلك كل حاجة. والذي أخرج المرعى، ربنا بيتحدث عن نفسه أنه الذي أخرج الإيه؟ المرعى. هذا دليل آخر أيضا على قدرة الله عز وجل. المرعى يعني النبات يا شباب الذي ترعاه الحيوانات، وكلمة المرعى تطلق أحيانا على اسم المكان الذي يوجد فيه النبات. والذي أخرج المرعى يعني النبات، من الذي أخرجه من الأرض؟ الله سبحانه وتعالى. فحصل فيه فجعله غثاء أحوى. الغثاء يعني إيه؟ يعني اليابس الجاف، يعني الزرعة اللي في الأرض دي ربنا أخرجها زرعة خضراء لطيفة ظريفة جميلة، صح؟ بعد فترة الزرع ده بيحصل فيه إيه؟ بينشف، ما بيظلش الزرع أخضر زي ما هو طول حياته، يعني لا، هو بيجيله فترة معينة ويحصل ويتحول إلى إيه؟ إلى حاجة يابسة. ده معنى إيه؟ فجعله غثاء أحوى. الأحوى يعني إيه يا شباب؟ يعني المائل إلى السواد. الزرعة الخضراء بعد فترة معينة بيحصل فيها إيه؟ بتميل إلى السواد. لما نجي نحصد الزرع بعد ما ينشف وتسيبه كده فترة معينة من الأرض، ومحنا بينزل عليه المية، فبيبدأ ممكن يعني يتعفن فيتحول إلى لونه إيه؟ إلى اللون الأسود. يعني شوف الزرعة دي بعد ما كانت هي خضرة وزي الفل ومنظرها جميل والناس بتستأنس بيها، بعد فترة معينة بيحصل فيها إيه؟ تيبس، تنشف وتتحول من اللون الأخضر إلى اللون الإيه؟ المائل إلى الأسود أو الأسود. ده معنى فجعله غثاء أحوى. شوف، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله. شوف هنا السرعة، يعني أخرج المرعى، تمام، فجعله. الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب، يعني هذا النبات، تمام، سرعان هذا النبات الأخضر أو الزرع الأخضر اللي أنت شايفه جميل وحلو، سرعان ما يتحول إلى إيه؟ إلى حاجة يابسة، حاجة ناشفة لونها أسود بعد ما كانت لونها أخضر. وهذه طبيعة الحياة يا شباب كلها، مش في الزرع بس، الإنسان كذلك. الإنسان في شبابه في حيويته جميل كذا كذا، يتحرك بسرعة كل ده، ثم سرعان ما ينقلب به الحال ويصبح إيه؟ ويصبح كبيرا، ييبس، ينشف، وبعد كده إيه يا عم الحاج؟ يموت بقى خلاص. الذي خلق، يعني هذه الآية العظيمة أو الآيات دي آيات عظيمة جدا توضح باختصار قيمة هذه الحياة.
الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحو. يعني كلمة والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحو، الآيتين دول تلخيص للحياة كلها، كلها للإنسان وغير الإنسان. وربنا عطالك أنت أيها الإنسان مشاهدة عينيا تشوفها بعينيك هي. الزرع اللي قدامك هو بيطلع فبتبقى فرحان بيه، تمام، ومبسوط بيه وبتستأنس بيه، وشكله جميل وريحته جميلة ولونه أخضر. بعد فترة زمنية شهرين ثلاثة ولا كام شهر يتحول إلى حاجة ناشفة، ويصير لونها من الخضار إلى السواد. فربنا عطلك أدلة عينية تشاهدها بنفسك في هذا الكون عشان تتعظ بها أنت، إن حياتك هتبقى كده بالظبط سرعان ما تتقلب وتتغير الحياة. فجعله غثاء أحوى، فهذا النبات الذي يخرجه الله سبحانه وتعالى للحيوان وللإنسان ينتفع به ويكون يعني جميل ولونه أخضر وكذا، سرعان ما ينتقل به الحال ويحوله الله عز وجل بقدرته إلى حاجة سودة ناشفة يابسة بعد ما كانت خضراء ماتعة. وده من أكبر الأدلة التي تؤكد على تصرف الله عز وجل في خلقه كيفما يشاء. هو القادر على فعل كل شيء وعلى تحويل أي شيء من حالة إلى حالة أخرى. فهنا الآية دي بتعلمنا إيه؟ والآية دي بتعلمنا إيه يا شباب؟ بتعلمنا كمان قدرة الله عز وجل، صح ولا لا؟ وأن الله عز وجل قادر على كل شيء وعلى تحويل أي شيء من حالة إلى حالة. فده يعلمك إنك أنت ما تستبعدش إن ربنا ممكن يحول حياتك من حالة لحالة تانية، مهما كانت الظروف اللي انت فيها، مهما كانت الصعاب والشدة اللي انت فيها. مين اللي بيقدر ومين اللي بيهدي؟ ربنا. فربنا قادر يحول الحال من حالة إلى حالة ولا لا؟ وهذه الآية بتعلم المؤمن كمال الإيمان والاتصال بالله عز وجل، فيزداد المؤمن إيمانا ويقينا واتصالا وتعلقا بالله عز وجل، وفي نفس الوقت يزداد المؤمن خوفا من الله، لأن الأمور متحولة. وبالتالي الإنسان لا يأمن إلى نفسه ولا يأمن إلى عمله ولا يأمن إلى طاعته ولا يأمن إلى حياته ولا يأمن إلى شبابه. ما تأمنش لأي حاجة لأي حد في الدنيا، وأولهم نفسك. فالإنسان صاحب الطاعة إذا أمن إلى طاعته خلاص بقى ومطمن، لا ممكن ربنا يغير الحال. فدائما يجعل الإنسان قلبه متعلقا بالله عز وجل في السراء وفي الضراء. في الطاعة هو ربنا اللي أكرمني بكده، قدر فهدى، هو اللي هداني للطاعة، فأنا ما أطعتش ربنا بشطرت، تمام. وفي نفس الوقت صاحب المعصية عليه ألا ييأس وألا يقنط من رحمة ربنا، ربنا قادر أنه يحول حاله من حال إلى حال في لمح البصر. ايديك وجاكتك يا عبدو ولا لسه؟ قربنا نخلص. ما قال لك يا محمد انت اللي ما رضيتش. يلا ما عليك. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى، سنقرئك فلا تنسى. هنا بدا ربنا يبين مظهر من مظاهر فضله وكرمه وجوده على حبيبه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سنقرئك فلا تنسى. النسيان طبعا معروف، النسيان يعني زوال الشيء اللي كان موجود في الذاكره، كنت حافظ حاجه او فاكر حاجه فنسيتها، يعني ازيلت مشت من دماغي. يعني سنقرئك ايها النبي الكريم على لسان جبريل عليه السلام، وسنجعلك تحفظ وتعي ما يقراه وما يتلوه عليك جبريل. سنقرئك فلا تنسى. يعني فلا تنسى، يعني بحيث عندما ينزل جبريل بالوحي الشريف على قلبك لا تنسى إن شاء الله أي شيء من هذا الوحي الشريف الذي نزل على قلبك، فلا تنساه في أي وقت من الأوقات ولا في أي حال من الأحوال، إلا في الوقت والحال اللي ربنا سبحانه وتعالى أراده. سنقرئك فلا تنسى إلا إيه؟ إلا ما شاء الله، إلا ما قدر الله لك أن تنساه. لكن ما تقلقش، ما تخافش، تمام، هذا القرآن سيكون في قلبك برعاية الله وحفظ الله سبحانه وتعالى،
ولن تنسى منه أي شيء إلا إيه؟ إلا الشيء اللي ربنا قدر لك إنك أنت تنساه. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فهذه الآية فيها وعد من الله عز وجل لنبيه بأنه سيحفظ القرآن ولن ينسى منه أي شيء، وفي نفس الوقت الذي ينسيه هو الله عز وجل، فهو القادر على أن يخليه ينسى زي ما هو القادر على أنه يحفظ، فالأمر ما فيهوش أي مشكلة. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر إيه وما يخفى. سنقرئك فلا تنسى، فالله عز وجل يلهم نبيه القراءة بحيث لن ينسى أي شيء من هذه الآيات البينات إلا ما قدره الله عز وجل. وقيل إن لا هنا سنقرئك فلا تنسى، إن لا هنا ناهية، لا هنا للنهي، يعني سنقرئك أيها الرسول هذا الكتاب فلا تغفل عن قراءته وعن مذاكرته وعن مدارسته. وده أمر برضو لنا كلنا، نحن نداوم على قراءة القرآن الكريم حتى لا ننسى القرآن الكريم. فالمفترض أن كل واحد فينا يا شباب يكون له ورد ثابت يومي من القرآن الكريم، ولو قليلا ولو جزءا قليلا، كل واحد حسب ظروفه. سنقرئك فلا تنسى. الآية دي يا شباب فيها إعجاز من عدة أوجه. أول حاجة إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، والأمية في حق النبي شرف وتكريم. النبي لم يقرأ ولم يكتب، ومع ذلك نطق بكلام فوق كلام البلغاء والفصحاء وأهل اللغة، ويعجز عنه كل الخلق. فده إعجاز ولا لا؟ إعجاز ودليل على تكريم الله لهذا النبي. فدي أول حاجة، إن سيدنا النبي كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وربنا سبحانه وتعالى حفظه هذا الكلام من غير قراءة ومن غير تكرار ومن غير كتابة. فده أمر خارق للعادة ولا لا؟ إحنا عشان تقعد تحفظ حاجة لازم تحفظها وتكررها وتعيدها مرة واتنين وتكتبها وبعد كده تعيد تاني عليها، صح ولا لا؟ فهنا النبي كان هو في الأصل لم يقرأ ولم يكتب، فالأمية في حقه إيه؟ شرف. ومع ذلك ربنا حفظه القرآن الكريم وفهمه القرآن الكريم وأودع القرآن الكريم في قلبه. فده أمر خارق للعادة ولا لا؟ ده أول إعجاز. الأمر الآخر إن سورة الأعلى دي، سبح اسم ربك الأعلى، من السور المكية، يعني من أوائل السور اللي نزلت في بداية الإسلام، ماشي؟ يعني عندنا في سور مكية وفي سور مدنية نزلت في المدينة المنورة. فالسورة دي مكية ومع ذلك فيها أمر عجيب جدا وأمر غريب جدا، أمر مخالف للعادة، وهو أن الله عز وجل أخبر نبيه بأنه لن ينسى هذا القرآن في المستقبل. ده القرآن نزل، السورة دي نزلت في مكة، ومع ذلك بتقول النبي القرآن ده هيفضل في قلبك طول عمرك محفوظ، تمام، ولن تنساه إلا ما قدر الله لك أن تنسى منه، فما تقلقش وما تخافش. فده إخبار عن أمر غيبي سيحدث، لأن هو لسه في مكة يقعد فترة وكده يعيش في المدينة. فالآية دي نزلت في مكة إن القرآن ده هيفضل معك حتى في المستقبل، فما تخافش ما تقلقش. فكان ده وجه إعجازي في هذه الآية المباركة. فهنا القرآن دي الآية دي لما نزلت أخبرت عن أمر غيبي، وهذا الأمر غيبي ظل مستمرا مع النبي ولا لا؟ فدي معجزة. فصار الآية دي فيها إعجاز من وجهين يا شباب. أول حاجة أن هذا النبي لم يقرأ ولم يكتب، ومع ذلك حفظ هذا القرآن الكريم دون يعني كتابة وقراءة إلى آخره. الأمر الآخر أن الآيات دي نزلت في مكة وأخبرته أنه سيظل هذا القرآن معه إلى نهاية العمر، وبالفعل تحقق هذا الأمر ولا لا؟ تحقق. فكان هذا يعني إعجازا له صلى الله عليه وسلم. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. فالله عز وجل مطلع على كل شيء، ما يجهر به الإنسان وما يخفيه.
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. وهذا برضو تطمين للناس أن الله عز وجل يطلع على كل الأمور، ما ظهر منها وما خفي، فخليك مع ربنا وما تقلقش من أي حد ومن أي حاجة. ونيسرك لليسرى، ونيسرك، التيسير بمعنى التسهيل والتخفيف يا شباب. يعني الله سبحانه وتعالى يهيئ للإنسان الأمور التي أو الأسباب التي تهون عليه وتيسر عليه الأمور العسيرة. ونيسرك لليسرى، اليسرى بمعنى ليه؟ بمعنى الأسهل. يعني الله عز وجل ييسر لك أيها النبي الكريم الأمور السهلة ويسهل لك الصعاب، فسنجعلك أيها الرسول صاحب ذاكرة قوية جدا، تحفظ القرآن حفظا دقيقا، وسنوفقك توفيقا كبيرا للطريقة السهلة الميسورة في كل الأمور المختلفة وفي كل الأمور المتعلقة بالدين. يعني فلا تخف من أي شيء، وده برضو حال المسلم، ينبغي أن يكون كذلك، أن يتعلق بالله عز وجل ويعلم أن الله عز وجل ييسر له الأمور مهما كانت الأمور صعبة، إلا أن هي بتقدير الله عز وجل وبتيسير الله عز وجل تصير إيه؟ سهلة ميسورة. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى. ونيسرك لليسرى، والآية دي بتدل على سماحة وجمال وعظم هذه الشريعة، من شريعتنا اللي أعطاها الله عز وجل لنبيه، قائمة على التيسير والتسهيل والتخفيف، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم الإيه؟ اليسرى، ولا يريد بكم العسرى، يريد الله أن يخفف عنكم. النبي يقول إنما بعثتم ميسرين، يسروا ولا تعسروا. كل ده إيه معنى إيه؟ ونيسرك لليسرى. فديننا قائم على إيه يا شباب؟ على التيسير. لذلك ما خير النبي بين أمرين إلا اختار إيه؟ إلا اختار أيسرهما. فالآيات دي فيها بشارات عظيمة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده. فيها بشارة النبي بأنه سيحفظ القرآن، هنا الآيات دي نزلت في العهد المكي، فبشرت النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيحفظ القرآن ولن ينسى منه شيء. كذلك بشرت النبي صلى الله عليه وسلم والأمة من بعده أن هذا الدين قائم على إيه يا شباب؟ على التيسير والتسهيل، مش على التشدد، تمام، كما يظن البعض. فذكر إن نفعت الذكرى، هنا ربنا بيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمداومة على تذكير الناس وعلى تبليغ الناس دون يأس أو إحباط. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. يعني أيها الرسول الكريم، فذكر، الفاء هنا بنسميها فاء التفريع، بتفرع ما بعدها على ما قبلها. يعني قبلها ربنا بيخبر النبي بإيه؟ بأنه هو هيحفظ عليه القرآن، وأنه سيسره لليسرى، وأن هذه الشريعة قائمة على التيسير وكل هذه الأمور. ففرع الله على هذا الكلام إيه؟ قال فذكر، يعني إذا كان الأمر كما وضحناه لك يا رسول الله وكما أخبرناك به، فتعمل إيه؟ فداوم على تبليغ الناس وعلى تذكير الناس بأحكام الله عز وجل. فذكر إن نفعت الذكرى، واهتم في دعوتك وفي تذكيرك بمن تنفعه تذكرتك له. وأما الجاحدين المعاندين المستهزئين فلا تعبأ بهم. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. فذكر إن نفعت الذكرى، هنا النبي صلى الله عليه وسلم مطالب بأن هو يذكر كل الناس، سواء الناس اللي هينتفعوا أو اللي مش هينتفعوا، صح ولا لا؟ دي وظيفة النبي كده، حتى لو عارف إن الشخص ده مش هيهتدي وما لوش علاقة بالموضوع ده. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، قال سواء عليهم مش عليك. ده الأمر بالنسبة للناس دي سيان، يستوي الإنذار وعدم الإنذار، لكن ده بالنسبة لهم، لكن بالنسبة لك أنت لا،
أنت عليك البلاغ يا أيها الرسول بلغ. فهنا فذكر إن نفعت الذكرى، هنا ربنا بينبه على أشرف الحالتين. لما النبي هيبلغ الناس، في ناس هتنتفع وفي ناس مش هتنتفع، فهنا ربنا بينبه على الإيه؟ على الحالة الشريفة، الحالة الكويسة وهي الجيدة، وهي إن في بعض الناس هتنتفع، لكن ده لا ينفي إنك أنت ما تبلغش الناس التانية، أنت عليك البلاغ. وسينتفع ببلاغك مين؟ المؤمن الذي تنفعه تذكرتك. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، يعني سينتفع بتذكيرك يا رسول الله مين؟ المؤمن. فذكر إن نفعت الذكرى أمر من الله لنبيه بالمداومة والتحريض على دعوة الناس إلى طريق الله عز وجل، وهذه المداومة وهذه التذكرة إن لم تنفع جميع الخلق فستنفع بعض الخلق. من بعض الخلق هم الذين قدر الله عز وجل لهم الهداية، لذلك قال سيذكر من يخشى، سينتفع بتذكرتك وكلامك من يخشى الله عز وجل ويخاف عقاب الله عز وجل ويرجو ثوابه، سيذكر من يخشى ويتجنبها، يعني يتجنبها. الضمير هنا عايد عليه، عايد على الذكرى بتاعتك والتذكرة بتاعتك، يعني سيتبع تذكرتك وسينتفع بتذكرتك من المؤمن الذي يخشى الله عز وجل، ويجتنب عن تذكرتك وعن كلامك، يعني يبتعد عن كلامك مين؟ الأشقى. ويتجنبها يعني يتجنب موعظتك مين؟ الأشقى، الإنسان الشقي التعيس اللي هو أصر على العناد والكفر والعياذ بالله، ده بيسمى إيه يا شباب؟ شقي. فمنهم شقي وسعيد، يعني سيبتعد عن الانتفاع بكلامك وتوجيهك الأشقياء الذين جحدوا وعاندوا الله عز وجل. ويتجنبها الأشقى، حالهم بقى إيه يا شبابنا؟ الذي يصلى النار الكبرى، الذي يصلى النار الكبرى، يعني هذا الشخص الذي لن ينتفع بتذكرتك هو الشخص الكافر المصر على كفره، الذي سيصلى النار الكبرى، الذي سيلقى في النار وسيعذب بالنار. وبعدين ربنا وصف النار بإيه هنا؟ بإيه؟ بالكبرى. هذا على سبيل التهويل والإنذار والتخويف، إن النار دي مش نار طبيعية، ده نار إيه؟ عظيمة جدا. الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. طب دخل النار الكبرى خلاص، قال لا ده لسه في حاجة تانية جوه، القصة مش قصة دخول وخلاص، القصة قصة عذاب أليم تمام، وعذاب مقيم لا راحة فيه ولا موت، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. يعني هذا الشخص الكافر اللي هيدخل النار مش هيموت فيها، لأن الموت راحة خلاص، فمش هيموت في النار عشان يستريح، لا هيظل عايش. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ولا يحيا يعني لا يحيا الحياة الطيبة التي تريحه، فيفضل كده متعلق بين الحياة وبين الموت، يدخل النار يتعذب. طب يموت عشان يستريح؟ لا هيعيش، طب خلاص يعيش حياة طيبة، برضو مش هيعيش الحياة الطيبة دي. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نسأل الله أن يجنبنا النار وإياكم إن شاء الله. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، زي ما ربنا قال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفر. ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى، بعد أن بين الله عز وجل حساب وعقاب هؤلاء الأشقياء بدأ يبين يعني جزاء وثواب الصالحين، وهذا فيه إدخال للبهجة والسرور على النفوس. قد أفلح من تزكى، فاز وانتفع ونجح وفلح من زكى نفسه، طهر نفسه، تزكية بمعنى التطهير، طهر نفسه من كل سوء. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ذكر الله عز وجل بقلبه ولسانه وجوارحه، فصلى الصلوات التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليه. قد أفلح، هنا ربنا عبر بالفلاح ليه يا شباب؟ قال ليجمع الله عز وجل كل معاني النفع والخير والبركة في هذا اللفظ. ليه؟ لأن الفلاح معناه إيه؟
الفلاح معناه وصول الإنسان إلى ما يريده، ده اسمه فلاح. يعني أنت عايز توصل لحاجة معينة، ده اسمه إيه؟ اسمه فلاح. فأنت عايز توصل لمرضات ربنا وجنة ربنا ونعيم ربنا وكذا، فعبر الله عز وجل عن هذه الأمور بالإيه؟ بالفلاح. قد أفلح من تزكى. طيب قد أفلح، قد أفلح هنا ده تعبير بالماضي، صح ولا لا؟ التعبير بالماضي اللي يدل على تحقق هذا الوقوع، يعني الأمر ما فيهوش احتمالية وشك، لا ده كده كده وقع. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الآيتين دول اشتملوا على ثلاث حاجات مهمة يا شباب. هذه الآيات اشتملت على الطهارة من العقائد الباطنية المخالفة للدين. لقد أفلح من تزكى، طهر نفسه من العقائد الباطلة. وبعد كده اشتملت هذه الآية على استحضار معرفة الله عز وجل وعلى تقدير الله عز وجل وبيان مقداره. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه. وبعد كده اشتملت على أداء التكاليف الشرعية اللي أنت مكلف بها، وهي وعلى رأسها الصلوات الخمس. كل المعاني دي هي اللي وصلت الإنسان إلى إيه؟ إلى الفلاح. متى يصل الإنسان إلى الفلاح؟ عندما يطهر قلبه وباطنه من العقائد المخالفة للدين، وعندما يتعرف الإنسان على ربه عز وجل فيكثر من ذكره وإجلاله وتقديره، وعندما يؤدي الإنسان الفرائض المطلوبة منه والأحكام المطلوبة منه على رأسها الإيه؟ الصلاة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بل هنا إضراب، تمام؟ إضراب يعني إيه؟ يعني هنا انتقال من كلام إلى كلام يا شباب. كان ربنا بيقول هنا إيه؟ لقد بينا لكم ووضحنا لكم ما يؤدي إلى فوزكم وإلى فلاحكم وإلى نجاحكم وإلى النعيم المقيم، بينا كل ده. لكن حصل إيه؟ في بعض الناس للأسف ما اتبعتش الكلام ده، ففي بعض الناس آثرت الحياة الدنيا على الآخرة، اللي هم إيه يا شباب؟ اللي هم الكفار. فآثر الكفار حياتهم على أخراهم، وبالتالي ما اقتنعوش بكل الكلام اللي اتقال ده، وما أمنوش بربنا وعنده ربنا. وكذلك يصح أن يكون الخطاب لبعض المؤمنين أيضا، إن بعض المؤمنين آثروا الحياة الدنيا على الآخرة، تمام؟ بعد النعيم وكل الكلام الحلو اللي ربنا قاله ده، في بعض الناس برضو للأسف من المؤمنين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، يقدمون الحياة الدنيا على الآخرة. بل تؤثرون الحياة الدنيا، يعني تقدمون الحياة الدنيا وزينتها وشهواتها على أمور الآخرة. والآخرة خير وإيه؟ وأبقى، هي الأحسن والأفضل وهي الباقية، لأن هذه الدنيا حتما ستزول وستنتهي، لكن الحياة الآخرة لا نهاية فيها، قائمة على الإيه؟ على الخلود. والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى. إن هذا اسم الإشارة هنا يرجع إلى إيه؟ يعود إلى الفلاح والفوز والنجاح والأمور الطيبة لربنا سبحانه وتعالى ألها، وكذلك يعود إلى إيثار الناس الحياة الدنيا على الآخرة. يعني كل هذه الأمور ربنا سبحانه وتعالى برضو وضحها في الصحف الأولى. إن هذا لفي الصحف الأولى، يعني كل الأمور دي موجودة في الصحف الأولى. هذه الصحف صحف مين بقى؟ صحف سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى عليهما السلام. فهذا دليل على شأن وعظم هذه الصحف التي بيّن الله سبحانه وتعالى فيها أحكام الفوز والفلاح وأحكام الخيبة والخسران، وبيّن ووضح فيها أن بعض الناس للأسف يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة وعلى رأسهم الكفار. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.